تقدر يشيل. نرجع نلف الزون هون. إذن الطيران الحربي ينفذ غارة جوية صباحية على حي الشعار في مدينة حلب. هناك شهداء وجرحى. هنا في حي الحيدرية في محافظة حلب تم نتيجة الغارات الجوية المكثفة التي قام بها الطيران الحربي، تم انتشال جثة طفلة. الركام أهالي المنازل تحت أنقاضها. النتيجة حتى هذه اللحظة هناك شهداء وهناك جرحى، لكن لا يمكننا وضع إحصائية دقيقة هنا في الـ الـ